ليلة عاشوراء في السنة 61 للهجرة الشريفة. في هذه الليلة الخطيرة، في هذه الليلة التي يضيق فيها الوقت مهما اتسع، ساعاتها دقائق وربما ثواني، ليلة لا أستطيع أنا ولا يستطيع غيري مهما أوتينا من القدرة على البيان ومن الموهبة في الفصاحة والبلاغة، لا نستطيع أن نخبر عن مجرياتها كما جرت. أصحابها هم الذين يدركونها. العقيلة زينب، عائلة الحسين، أنصار الحسين، وأما الهاشميون وعلى رأسهم عباسهم فحديث أولئك يطول. في تلك الليلة العجيبة، في ليلة عاشوراء، في مقطع من مقاطعها، مقاطعها كثيرة تلك الليلة، في مقطع من مقاطعها جمع الحسين أهل بيته وأنصاره الذين سيجزرون جزر الأضاحي في صبيحة تلكم الليلة. جمعهم أبو السجاد، حدثهم عن أيام الله. أيام الله ثلاثة: يوم القائم، ويوم الرجعة، ويوم القيامة، والحسين في كلها عين القلادة. هكذا يحدثنا القرآن في سورة إبراهيم في الآية 5 بعد البسملة من السورة، في حديث موسى النبي وقومه: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا. ما هي هذه الآيات وما هي هذه الرسالة؟ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. هذا المضمون
الإجمالي لتلك الرسالة، أما التفاصيل وذكرهم بأيام الله بحسب تفسيرهم، تفسير علي وآل علي، إنني أبرأ من تفسير نواصب السقيفة وأبرأ من تفسير نواصب النجف. ماذا جاء في تفسيرهم، في تفسير علي وآل علي؟ أيام الله ثلاثة، يوم القائم ويوم الكرة، يوم الرجعة ويوم القيامة، إنها القيامة الكبرى. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هذا الوصف ينطبق على أصحاب الحسين وأهل بيته تمام الانطباق، على المخلصين من قوم موسى ينطبق هذا المعنى بدرجة من الدرجات. ذكرهم بأيام الله، وعاشوراء هي المحرك الحقيقي لليوم الأول من أيام الله. اليوم الأول يوم القائم، الزيت الذي أنتجته عاشوراء هو الزيت الذي يشغل كل محركات المشروع المهدوي الأعظم، إنه الزيت الحسيني الفوار، ذلك الزيت الذي يحرك كل المحركات في برنامج الرجعة العظيمة، ابتداء من فاتحتها في اليوم الأول في يوم الخلاص. أيام الله ثلاثة، يوم القائم ويوم الكرة ويوم القيامة، وطريق النور فيها عين القلادة فيه أبو السجاد. أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. جمع الحسين الصبارين الشكورين، جمعهم على رمال الغاضريات في ليلة عاشوراء وحدثهم، حدثهم بحديث الأيام. لقد أخبرهم عن كل تفاصيل صبيحة يوم غد، سيجزرون جميعا من عباسهم إلى رضيعهم وما بين عباسهم ورضيعهم، سيتهاوى الهاشميون وأنصار آل علي على الرمال. لقد أخبرهم أبو السجاد بكل التفاصيل، وماذا بعد؟ وأخبرهم بقيام القائم
وبالرجعة وبكل التفاصيل، وأراهم بعد ذلك مواقعهم ومنازلهم في الجنان. اليوم الأول، اليوم الثاني، واليوم الثالث، لقد حدثهم بحديث الأيام. هذه ليلة عاشوراء، هل يحدثونكم خطباء مرجعية النجف بحديث الأيام؟ إنها أيام محمد وآل محمد التي روحها دماء الحسين، وهذا هو مضمون كلمة محمد صلى الله عليه وآله: حسين مني مني مني، وأنا من حسين. نذهب إلى فاصل.